بحكم جذورها الضاربة في أعماق التاريخ البغدادي، وبحكم عراقتها وأصالتها وموقعها الذي يمثل مركز الكرخ، حيث كان عصب الحياة السياسية والإدارية في بغداد. ضمت المحلة بين جنباتها مراكز سياسية وإدارية مهمة مثل مدرسة الملك فيصل، إضافة إلى مساكن ودور إقامة عدد من وزراء الحكومات العراقية والمسؤولين مثل بيت نور السعيد ومنازل بعض أشهر العائلات البغدادية، وكذلك ضمت مقر السفارة البريطانية القديم.